أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير لما تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يذلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.
أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله في حصة هذا اليوم نشرع في تفسير الربع الأول من الحزب 39 في المصحف الكريم ونقتصر فيها على تفسير الثمن الأول منه لما يلزم من استقصاء القول فيه وإلقاء الأضواء عليه وذلك ابتداء من قوله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إلى قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون لقد كانت نهاية الربع الماضي بداية للحديث عن آخر قصة في سورة النمل المكية وهي قصة لوط مع قومه وهذه القصة تكرر ذكرها في 8 سور من القرآن الكريم تولى كتاب الله في 7 منها التشهير بعمل قوم لوط والتنفير منه وذكر العقاب الإلهي الصارم الذي عاقبهم به على فاحشتهم الكبرى ألا وهي سور الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل والعنكبوت والقمر واقتصر في 1 منها وهي سورة الصافات على وصف عقابهم دون وصف عملهم اكتفاء بما رددته السور الأخرى فقال تعالى في سورة الأعراف ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وقال تعالى في سورة هود وجاء قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي يشير إلى بنات قومه ويدعوهم إلى الزواج بهن هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد وقال تعالى في سورة الحجر قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون وفيها قال هؤلاء بناتي
إن كنتم فاعلين. وقال تعالى في سورة الشعراء: أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال تعالى في سورة العنكبوت: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر. وقال تعالى في سورة القمر: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. وقال تعالى في نهاية الربع الماضي من سورة النمل: أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ومن استعراض هذه الآيات البينات في صعيد واحد يتضح ما كان لعمل قوم لوط من أبعاد خطيرة وما يؤدي إليه عند انتشاره من مفاسد كبيرة. فقد أوحى إليهم شيطانهم أن قضاء الشهوة هو الهدف الأول والأخير من وجود الغريزة الجنسية، وأنه لا معنى لوجود أي هدف أخلاقي أو اجتماعي من ورائها، وأنه لا ضرورة تدعو التستر بها وكتمانها. وكانوا يحملون الكراهية والبغض للجنس اللطيف عموما، ويتبجحون بإعلان النفور من معاشرته في كل المناسبات. إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء، أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وتاتون في ناديكم المنكر، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وهذا الوضع يؤدي عند استفحال عدواه إلى رفض الذكور للزواج اكتفاء بأمثالهم، ويتبعه في نفس الوقت بصورة آلية اكتفاء الإناث بأمثالهن، فلا يبقى أي حافز يحفز على الزواج وتأسيس الأسرة لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء. وبذلك يقع القضاء التام على ملكة الإخصاب والإنجاب، لأنها لا تؤدي دورها إلا عند تزاوج الذكور والإناث، فيتوقف النسل في البداية ثم ينقطع النسل في النهاية. وهكذا يتعرض المجتمع البشري متى انتشرت فيه هذه العدوى وسادت العلاقات الجنسية، يتعرض المجتمع للاختلال والانحلال، ويتعرض النوع الإنساني تدريجيا في مختلف الأقطار للفناء والانقراض، وذلك خلاف مراد الله ونقيض حكمته من حمل الإنسان للأمانة والجلوس على عرش خلافته. إني جاعل في الأرض خليفة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ومن هذه النبذة القصيرة يتبين السر في التشهير بعمل قوم لوط والتنفير منه في كتاب الله.
والتعبير عنه في ثلاث صور متتابعة بلفظ الفاحشة معرفا بالألف واللام إبرازا لشدة قبحه وتنبيها إلى أنه أم الفواحش وأكبرها وأخطرها جميعا لما فيه إذا استفحل أمره من أخطار بالغة على نظام المجتمع ومصير النوع الإنساني الذي يرتبط به عمران العالم. أضف إلى ذلك ما هو مركوز في العقول والفطر من قبحه وشناعته والنفور منه حتى أصبح لفظ الفاحشة أصدق تعريف له. ولذلك خاطبهم لوط عليه السلام كما حكى عنه كتاب الله قائلا لهم في سورة الأعراف: بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون. وفي سورة الشعراء: بل أنتم قوم عادون، بل أنتم قوم عادون. وهنا في سورة النمل: بل أنتم قوم تجهلون، بل أنتم قوم تجهلون. وواضح أن من انحرف عن طريق الفطرة السوي ولم يستجب لداعي الميل الطبيعي المركوز في الذكر نحو الأنثى والأنثى نحو الذكر وكرس حياته لمجرد قضاء الشهوة البهيمية دون تحقيق أي هدف إنساني نبيل من ورائها يكون قد بلغ الغاية في الإسراف والغاية في العدوان والغاية في الجهل، الجهل بكلا معنييه، معناه المضاد للعلم ومعناه المنافي لمكارم الأخلاق. والإسراف في الشيء هو الزيادة المفسدة للغرض المقصود منه. ولأجل أن نفهم قرار الشواذ المنحرفين من قوم لوط بنفي آل لوط وهو لوط ومن آمن معه إذ قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، وتعليل القرار الذي أصدروه في حق لوط وصحبه بقولهم إنهم أناس يتطهرون حسب ما حكاه كتاب الله في سورة الأعراف وهنا في سورة النمل. لأجل أن نفهم ذلك القرار ينبغي أن نعيد إلى الذاكرة قول لوط وهو يخاطبهم في سورة هود: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهار لكم فاتقوا الله، هؤلاء بناتي هن أطهار لكم فاتقوا الله الآية. فقد جعل الله أرحام النساء بالنسبة للرجال هي مقر البذر والإخصاب، وبدونها لا يستمر النسل ولا يحصل الإنجاب، وهذه الأرحام طاهرة من الأذى في أغلب الأوقات، فالبذر فيها ممكن متيسر دون أدنى ضرر ولا خطر، اللهم إلا في فترة الحيض المحدودة طبقا لقوله تعالى في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن تعود على الطهارة والنظافة في الجوارح والملابس والأنفاس يربأ بنفسه أن يقرب مواقع الأقذار
والخبائث والأنجاز، ولا يعرض نفسه للأورام والأسقام التي تتولد من ذلك فيتعرض لها المنحرفون من الناس. من أجل ذلك كله حرم الله عمل قوم لوط وشهر به في جميع الأعصار، ولو كان قليل الوقوع محدود الانتشار، كما حرم قليل الخمر ولو لم يكن مثل كثيره مفضيا إلى الإسكار، لأن المعصية تدفع إلى مثلها، والعدوى تضاعف من فعلها، وسد الذرائع من أحكم وأوجب الشرائع، وسد الذرائع من أحكم وأوجب الشرائع. وقد عرفت الشريعة الإسلامية من أحكام هذه الفاحشة في الحالات القليلة التي واجهتها عقوبة الإحراق والرجم والقتل والجلد والتعزير، وهذه الأحكام كلها طبقت حتى خارج العالم الإسلامي في فترات مختلفة حسب ما تؤكده المصادر الأجنبية الحديثة، ولا تزال القوانين الوضعية في كثير من أقطار العالم تدينها وتعاقب عليها حتى اليوم. أما العقاب الإلهي الذي عاقب به قوم لوط على فاحشتهم الكبرى وما كانوا يعملونه من مختلف السيئات، فقد فصله كتاب الله في سورة هود إذ قال: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من ظالمين ببعيد، وما هي من ظالمين ببعيد. وفي سورة الحجر إذ قال: فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وأجمله كتاب الله في هذه السورة بعد أن تحدث عن لوط والناجين من أهله إذ قال: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، لأنها كانت متواطئة معهم وبقيت بجانبهم فكانت من الهالكين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وإنما دخل في هذا العقاب الكبير والصغير لسكوت الجملة عليه والجماهير، فكان منهم فاعل وكان منهم راض فعوقب الجميع، وبقي الأمر في العقوبة مستمرا على الفاعلين إلى يوم الدين. وفي ختام القصص التي قصها الله في هذه السورة على رسوله المصطفى تثبيتا لفؤاده وتحذيرا لعباده، خاطبه الحق سبحانه وتعالى قائلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فدعاه إلى حمده تعالى على نصرة المحقين وهزيمة المبطلين، والسلام على أصفيائه الأمناء المتقين الذين بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. وجاء ذلك
بمنزلة صدر الخطبة الذي يكون تمهيدا لما يليه من براهين الحق القاطعة وحججه الساطعة. قال جار الله الزمخشري وتابعه أبو حيان: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات ناطقة بالبرهان بالبراهين ناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده. قال الزمخشري: وفيه تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى للسامعين وإصغائهم إليه وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المسمع. ولقد توارت العلماء والخطباء والوعاظ كابر عن كابر هذا الأدب، فالتزموا حمد الله عز وجل وصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم أمام كل علم مفاد وقبل كل عظة وتذكرة وفي مفتتح كل خطبة، وتبعهم المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني والحوادث التي لها شان. وقد بادر كتاب الله عقب حمد الله على نعمه وآلائه بعرض دلائل وحدانيته وقدرته وحكمته منتزعة من واقع الكون وواقع الإنسان، إذ فيهما أوضح حجة وأسطع برهان، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فقال تعالى منبها ومذكرا ومبشرا ومنذرا، والخطاب موجه لمن يأتي من الأقوام في مستقبل العصور ويسلك مسلك الأقوام السالفة في الجحود والإنكار والغفلة والغرور. قال تعالى مخاطبا لهم: الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وختم هذا العرض الباهر الذي كله حق مبين بخطاب موجه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين وكل من آمن برسالته إلى يوم الدين، فقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله
وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون أيان يبعثون.